ديديكاس يا خويا بدر، ديديكاس خويا الله يجازيك بخير. وقفتي معايا من بيل اوتيل للمعلومات وكلشي، الله يجازيك بخير خويا بدر. واخا نشكرك راه قليله في حقك خويا صراحه، الرجوله والتعامل وقت ما كنعيط لك كتجاوب ليا على جميع التساؤلات وعلى جميع التخوفات، الله يجازيك بخير خويا. المهم حنا دركا في مطار اسطنبول تركيا، نهار 10/6/2024. المهم راه كنتسناو حدا الطياره ان شاء الله من تركيا اسطنبول سان باولو ديسكال في قطر. شكرا لك خويا. المهم انا باقي كتواصل معايا من نهار شديت لي بيي، من نهار قبل كاع ما شد لي بيي، راه بعدا سيرتيني جديد لي بيي وحتى دابا حتى المطار حتى استعدت كاشي ديال الباسبور دوك، راه حنا كنتسناو في الطائره ان شاء الله. شكرا لك خويا بدر. المهم كنتواصلوا ان شاء الله حتى المطار ديال سان باولو، كتسنانا تماك ان شاء الله، كتسنانا في سان باولو الرجل اخويا الرجل بارك الله فيك. المهم حنا دوك راه كنتسناو الطياره في مطار اسطنبول في الدوحه ان شاء الله، عندنا ليسكال في قطر ومن بعد سان باول ان شاء الله. شكرا لك خويا بدر. حنا راه كتشوف راه كلشي داز بخير وعلى خير، الله يجازيك بخير خويا، الله يحفظك.